هعمل معاكم وصفتين، مش بس وصفة واحدة، وصفات خطيرة جدا لتبييض وتطويل الأظافر في 3 أيام بس، هيبقى عندك أظافر طويلة جدا وقوية وبيضاء زي ضوافر الأميرات. الوصفة دي هتجيب معاكي نتيجة من الآخر لو انتي فرحك قرب. السلام عليكم ورحمة الله، ان شاء الله راجع لكم بفيديو جديد، وصفة جديدة. وصفة النهاردة وصفة رهيبة لتبييض وتقوية الأظافر وبيضة. زي ما انتم شايفين دي ضوافري، انا بقالي اسبوع بس بعمل الخلطة دي وطلعت كده، بس ده يعني اتكسر. كنت بعمل بشيل حاجة تقيلة فاتكسر مني. ده شكل ضوافري بعد اسبوع بالظبط من الوصفة. قبل ما اقول الوصفة، ما تنسوش تدعموني باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. اول حاجة مبدئيا كده، قبل ما اعمل الوصفة بتاعتي يا بنات، هجيب كده ليمونة بالشكل ده وهقسمها لنصين. خدت كده الليمونة وهبتدي ان انا افرك، يعني قبل ما اعمل الوصفة هتعصري الليمونة كده على ضوافرك بالشكل ده كويس جدا. الليمون بقى مفيد جدا للضوافر يا بنات، بيحتوي على فيتامين سي اللي بيساعد ان الضوافر تنمو بشكل صحي وطبيعي، بيزيل اي صفار موجود في الضوافر، يعني عامل تبييض قوي جدا وبيطور الضوافر وبيقويها وبيمنعها من الهشاشة والتكسر. خليط الليمون ده كده لمدة بالظبط من 5 دقايق. بعد ال5 دقايق هغسل ضوافري وابتدي بقى اعمل معاكم الوصفة التانية. الوصفة بقى التانية، هجيب كده طبق، والمكون الرئيسي معايا في الوصفة النهاردة وهو الفازلين. اي نوع فازلين عندك، انا بفضل ده، اي نوع فازلين عندك تقدري تستخدميه. الفازلين يا بنات من افضل المكونات اللي ممكن تستخدميها لضوافرك بشكل طبيعي، رهيب جدا يا بنات ومفيد جدا للضوافر، بيساعد بشكل كبير على ترطيب الضوافر وتبييضها، تقويتها جدا جدا، بيخليها ما تتكسرش بسهولة، بيقيها من التلف والتكسر وبيبيضها جدا جدا. يعني انصحكم تجربوا الوصفة دي، لكن بصراحة هو اللي جاب معايا نتيجة كده. هاخد من الفازلين معلقة صغيرة، الكمية دي تكفي للإيدين. خدت كده معلقة صغيرة من الفازلين. تاني مكون بقى معايا زيت الزيتون، يكون زيت كويس. لو مش موجود معاكي زيت الزيتون تقدر تضيف اللي هو زيت جوز الهند، لكن مفيش غنى عنهم. يعني لو مش موجود زيت الجوز الهند استخدمي زيت الزيتون، مش هينفع اي نوع زيت غير دول. انا بصراحة بفضل زيت الزيتون جدا، زيت الزيتون جدا مفيد جدا للضوافر الضعيفة والمشققة الهشة، يحافظ على قوتها وبيضها ويعني يمنعها من التكسر. هاخد من زيت الزيتون ده معلقة صغيرة وهمزج المكونات لحد ما احصل على قوام كريمي بالشكل ده. بقى معايا خليط كريمي، بقى الخليط كده جاهز. هتحطي الوصفة دي يا بنات قبل النوم، يعني مهم جدا تعملي قبل النوم عشان تجيب معاكي مفعول اسرع. بالشكل ده على كل ضافر هتحطي الخليط ده، الخليط ده رهيب جدا بجد، اللي مش هتجربه فايتها كتير جدا. على كل ضافر بالشكل ده اهو، وهتسيبيه يا بنات طول الليل. طبعا ما تضايقيش منه ولا ليه ريحة ولا هيوسخ الدنيا، مجرد دقيقة بس هينشف معاكي. هتسيبيه طول الليل، هتصحي تتفاجئي بضوافر طويلة جدا ناعمة وبيضة وقوية جدا ومش صفرة ابدا بالشكل ده. هتكرري الوصفة دي يا بنات كل يومين، يعني كل 3 أيام، يعني 3 مرات في الأسبوع لحد ما تحصلي على النتيجة المطلوبة. بعد كده تقلليها بالتدريج عشان ضوافرك ما تطولش عن كده. في نصيحة مهمة جدا لأصحاب الضوافر الضعيفة، البسي جلوفز قبل ما تشتغلي في أي شغل في البيت. لما مثلا تمسكي كلور أو كده لازم تلبسي جلوفز، لأن الكلور بيدمر الضوافر. كمان تاخدي فيتامين اسمه البيوتين، ده بيقوي الضوافر جدا وبيطولها. تاخدي بالك من الحديد والكالسيوم وتاكلي كويس عشان سوء التغذية بيأثر على الضوافر. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم، ما تنسوش بقى اللايك والشير عشان الكل يستفاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.